استاذ علاء الغطريفي، اهلا وسهلا بحضرتك معانا. والحقيقه هي فرصه ان احنا يعني نفهم حاجات كتير قوي حتى العاملين في مجال الاعلام في هذا الموضوع هنقول المبتكر في الحياه المصريه، لانه هنعرف ان هو كان موجود في العالم من فتره. بالتاكيد. موضوع الذكاء الاصطناعي. طيب في الاعلام؟ ايوه. طيب الفكرة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، احنا ليه بنتكلم عن الذكاء الاصطناعي دلوقتي في العالم كله مش في مصر فقط؟ انه الذكاء الاصطناعي مر بمراحل كثيرة، ولكن المرحلة الأخيرة اللي تخص الذكاء الصناعي التوليدي هي اللي عاملة الأزمة ومخلية الناس خايفة وقلقانة وشكة ومتشككة ناحية الموجة الجديدة. فهذه الموجة الجديدة هي المشكلة، هي الأزمة. ليه؟ لأن الفكرة هنا إن الذكاء الصناعي التوليدي بيقدر بأوردرات مكتوبة نصية يقدر ينتج لك نص، يقدر ينتج لك صورة، يقدر ينتج لك صوت، يقدر يعمل فيديو بأمر. بأمر. فهذا التوليد المحتوى ده اللي احنا كصحفيين أو كإعلاميين بننتجه، ممكن تنتجه الآلة. فهي دي المسألة، هي دي المعضلة. فبالتالي هنا الفكرة هنا إن دي كل دي مخاطر على الحقيقة، مخاطر على فكرة الدقة، مخاطر على فكرة توجيه الرأي العام، مخاطر متعلقة بالحديث عن المعلومات ودقتها، وبالتالي طبعا هيدي فرصة للأسف للمعلومات المضللة والتزييف والتضليل والتلاعب بالجمهور. فبالتالي هي دي مخاطرها، أن هناك آلة روبوت محادثة تقدر تكتب له نص أو سؤال فيقدر يجاوب لك ويديك نص. فهذا النص هي دي المشكلة، هذه المشكلة. فبالتالي يعني هذه هي خطورته في مجال الإعلام، إن هو بيولد، لأنه بيكلم الجمهور العام. بالضبط، هو بيولد محتوى، ولكن هذا المحتوى موجه ممكن يستخدموه الصحفيين بعد كده وينشروه. فهل هذا المحتوى دقيق أم غير دقيق؟ أنا هدي مثال وأقول لحضرتك ليه أنا عملت الاقتراب ده. في 2022 لما عملوا شات جي بي تي 3.5 لما طلع وعمل القلق في الحياه في العالم، فكان اي حد في مصر ما يقدرش يدخل عليه غير لو عمل حساب في الولايات المتحده، يعني عمل طريقه كده معينه عشان يقدر يدخل عليه. انا عملت المقاربه دي ليه؟ عندنا للاسف في الاعلام في السنوات الاخيره في اساءه لاستخدام الادوات بتاعه التكنولوجيا. يعني فيما يخص كل الادوات والخواص الجديده في مواقع التواصل الاجتماعي، الناس بتستخدمها استخدام سيء، زي الاستخدام الغير رشيد للبث المباشر. وزي استخدام أدوات أخرى متعلقة بالإتاحة نسبة استخدامها بشكل سيء. فبالتالي عندنا تاريخ من إساءة الاستخدام. فتخيل بقى حضرتك أن عندك روبوت محادثة زي جيميناي أو زي بارد أو زي تشات جي بي تي، تقدر تدوس تكتب أي نص يديك أي شيء. فهذه النتيجة مش معقولة يعتمدها صحفي.